تجاري الفريق العراقي كذا وضربة جزاء واحنا في الدقيقة 5 من الشوط الثاني. خطأ كان تقديم المرافق وتحويل مركزي وهذا مثل الواقع على بعد الأرض لكن هو دفاع وكذا لكن منطقة الجزاء من الأخطاء التسعة وضربة جزاء للفريق العراقي سمير شاكة لكن عن ضربة الجزاء دقيقة 6 وعاون بعد تغيير الهدف الاول للفريق العراقي في الدقيقة 6 من المباراة بضربة جزاء. العراق يسجل الهدف الاول وصور السيد رئيس القائد صدر الشيخ محمد الله والاعلام العراقية وجمهور يشجع الفريق العراقي وضربة جزاء للفريق العراقي يجي منها الهدف الاول. كرة في الوسط كرة صالح العالم ممتاز احمد واسماعيل متسلل اطلع حبيبي ادخل 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 ضربة رأس ضربة زاوية الفريق العراقي في الدقيقة 35 من الشوط الثاني ابن لبنيه